حاجه غنبارطاجي معكم هاد الكتيفات اللي جاوا رائعين كتجي واحد الضغميره في هاد الكتيفات واعره البنات ما تكثروش البصله انا درت بصله ما صغيره ما كبيره شحرتها البصله الحمراء كتجي واعره في اللحم بالبرقوق كتجي خطيره جربوها وردوا عليا الخبار اول حاجه غادي ناخذ الكتيفات ديالي غنزيد عليهم البصله غنزيد عليهم الزبده الزبده تكون الزبده ديال الاكل ماشي الاخرى غادي نزيد عليهم العطريه اللي هي الملحه البزار سكينجبير الكركم او الخرقوم العرق غادي نزيد عليهم هذاك الملون ديال الخرقوم ديال الضامه غنزيد عليهم واحد المعلقه ما تكونش عامره ديال المروزيه ديال اللحم هنا هاد هاد الخرق هاد البزار كيجي بنين 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 فاش كيكون كي عندي بحال هكا شي حاجه بحال هاد الوصفات كنستعمل هاد البزار هذا اللي تيكون هكاك داك البزار الملون من بعد غادي نضيف السمن وغنضيف في الزيت البلديه ما طيبش بالزيت العو... بالزيت الروميه طيبت بالزيت البلديه ماشي ديما كنطيب بالزيت العود لانه راكو عارفين الغاليه ففقط اطباق اللي كيكونوا سبيسيال ملي تيكون عندك شي ضيف ولا شي حاجه باش كتبني داك الطبق سينو تقدروا ديروا النص ديال الزيت البلديه النص ديال الزيت الروميه بالنسبه للثومه ما حكيتهاش ضيفوها هكاك راه كتعطي نسمه رائعه وخفيفه وكتجي ديك المرقه ما كتخ... ما كتجهمش. كتجي خفيفه في المذاق جربوها وردوا عليا الخبر من بعد غادي نزيد واحد القبطه ديال القزبر المعدنوس في الجنب باش تبقى المرقه نقيه ما تقرضوش القزبر والمعدنوس فقط ديروه في الجنب وغادي نضيف الزعفران شعره زعفران الحر ومن بعد غادي نخلي نبدا نقلي آه هاد الزعفران شعره في كاس ديال الماء باش كيطلق فيه هو اللي غادي يتقلى ليا في هاد اللحم بهذيك العطريه ما تخليوش العطريه تحرق شوفوا تبارك الله غير من المنظر كتبان كيبانوا هاد الكتيفات كيشهيو كنخليهم حتى كي يتقلاو مزيان كنزيد الروال الكافي ومن بعد كان نخليهم يطيبوا على خاطرهم من بعد غادي ناخذ الشريحه والبرقوق غادي نزيد عليهم داك الروا من بعد ما غنكون سلقتهم غنزيد عليهم الروا ديال اللحم غنزيد عليهم شويه ديال السكر شويه ديال القرفه وشويه ديال ال شويه القرفه شويه السكر وشويه ديال الفانيا شويه صافي وغنخليهم كيطيبوا كي وكيتعسلوا بهذاك المرق ديال اللحم من بعد غادي نسخن الفران من الفوق ومن التحت باش يتحمر لي دوك الكتيفات كيجيو كي رائعين يعني كتجي واحد فيهم واحد تعليكه واحد تحميره رائعه هنا راه باش ما لي الفران البنات <تصفي> وليت كي يتوسخ كنطير عليه ديك الساعه كنضرب عليه بمسحه صافي كيتحمر لي هاد الكتيفات كيوجد لي داك المرق كيجي خاتر كيف ما قلت لكم انا عسلت البرقوق والشريحه بو يعني في دقه واحده بالنسبه للبنات اللي, اللي يكونوا زربانين ما عندهمش انا دائما كنعطيكم طبخ سهل ما كنعقدش لكم الامور عسلتهم بجوجهم في دقه واحده بطبيعه الحال في الاول غسلت كل حاجه بوحدها سلقت كل حاجه بوحدها ومن بعد عاد عسلتهم بوحد في خطرة كتجي واحد الشريحه واحد البرقوق يا سلام يا سلام جو رائعين و وكنزيد عليهم اللوز اللي هكا قليتو عرفتو جات واحد المرقه رائعه جربوها البنات يكون عندكم ضياف يجو عندكم على غفله جربوها جودة كل الحيمه طايبين معلكين معسلين محمرين المريقه بنينه ولا اروع ولا اروع ولا اروع جربوها وردوا عليا الخبر انا متاكده غادي يعجبكم و غتحماقوا عليها غتحماقوا عليها شوفوا البنات هنايا راه باش نقطع لكم من شي الحايمه ما مشيت لجهه العظم جلست كنقطع المهم جات واحد المريقه معسله ومعلكه ومفلكه كيف ما كيقولوا <applause> يلا خوتي نكمل السلام مننا. عليكم اهلا البنات كي دايرين لاباس عليكم هانيين اش اخباركم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده عرفتوا فاش كنكون دايره الدره كنكون دايره الزيت وكيكون تابعني السخره برا صافي كنقول غادي ندير الدره كنكون دايره الزيت لشعري حيت الزيت تبارك الله مداومه على شعري ديال الزيت ديالي اللي كنبيعو والبنات بزاف اللي كانوا واخدينو كيسولوا عليه مره اخرى وما كيلقاوش لحقاش هذاك الزيت البنات البلاصه فين كنصايبو ما كيوجدوش داك الزيت دائما فكيكون الزيت كيوجد على شهرين على 3 شهور كيختمر كي وداك الشيء دابا حاليا راه الناس مدوزين لي كوموند ديالهم ان شاء الله من هنا لواحد السيمانه عاد باش غادي يوجد داكشي الشيء علاش كتشوفوني ما كنهضرش على الزيت ديما لانه تبارك الله داك الزيت كيتباع لشركات كبار ف ما كيكونش واجد للناس كاملين ذاك الشيء علاش كتلقاوني انا كناخذ منه <applause> تحت الطلب ديال الناس اللي كيبغيو فاللي بغا حتى هذاك الزيت اللي كندير لشعري راه كيدير 135 درهم دوزوا لي كوموند ديالكم بدا تلي كيسولوني على الخلفه شعرك طوال راه عا الزيت اللي كندير اصلا القرعه كنديها معايا للحمام فاش كنمشي للحمام كندير واحد نص ساعه ديال الزيت ومن بعد صافي مع الحكان وداكشي كنخلي اخر حاجه هو زعما هذيك نص ساعه اولا 45 دقيقه كافيه انه يوقف لك تساقط الشعر ولكن مع المتابعه دائما مع المتابعه فتوحشكم بزاف كنتوحشكم كتوحش متابعاتي الوفيات شكرا للناس اللي كي اللي دخلوا القناه ديالي وتابعوها وبقاو وفيين ليها مهما انني غبرت مهما انني ما بقيتش نكون حاضره بزاف مع ذلك لقيتهم في منحط شي فيديو كيكونوا من الاولين كيقول لي صالحه حنا راه معاك من نهار الفيديوهات اللي كانوا في المدرسه كنعرفهم بانهم متابعين اوفياء ما متابعينيش على قبل شي حاجه يعني متابعيني لله في سبيل الله وحبا فيا شكرا بزاف لكم شكرا ل 10000 الناس الاولين اللي كيدخلوا الفيديو ديالي كيكونوا مهتمين كيطلع لهم الفيديو كيدخلوا خصوصا انني ما عندي لا شوهات ما عندي لا فضائح في قناتي ما كنجبد حد ما كندير شوهات ما كندير شي حاجه ديال قله الاداب ولا قله الحياه الحمد لله فما عندي ما يتشاف يعني ما عنديش البوز هذا الشيء اللي ولا كيبغوه بزاف ديال الناس يبغوا يتفرجوا فيه عندي شي حاجه اللي بسيطه قناه محترمه حتى الناس محترمين هما اللي كيعرفوا بالقيمه ديالها وكيتفرجوا فيها شكرا حتى انا داك الشيء علاش فاش كنبغي نحط فيديو آه كنبغي نحط معاه شي حاجه مفيده كجزاء زوين لهذوك الناس اللي كيثيقوا فيا وكيدخلوا القناه ديالي المهم طولت عليكم بغيت نقول لكم بان الناس اللي كيدوزوا الكوموند ديال الحسن الفلالي ولا بديل التحاميل البنات راه عندنا غير تيغ دو ستوك راه ما بقاتش السلعه ولكن راه غادي توجد والناس اللي قالوا لي صالحه حشومه عليك كتخلي حتى ما كيكونش عندنا الفلوس عاد كديري البرومو على قبلكم غادي نزيدو 3 ايام اخرى ديال البروموسيون شوفوا البنات بروموسيون واعره والله حتى بغيتكم من السلعه ديالي وبغيتكم تكونوا من الناس اللي غيستافدوا منها حنا راه بدلنا القرعه ماشي لخاطرنا حيت هذيك القرعه السداسيه ما بقيناش لقيناها شوفوا القرعه ديالنا ديال دابا هذه كنواعدكم انها مؤقته انا ما مؤقت. قنعتنيش ولكن راه كاينه بروموسيون واعره لحسن الفلاليه كاين باك حيت قالوا لي على ما انا كنشوف الناس قالوا لي بان لحسن الفلاليه اللي كنتقداو من عندك زوينه ولكن فاش كنبداو القرعه الاولى <applause> كنساليوهم نبداو في القرعه الثانيه كنبداو نحسو بالمنافع ديالها داكشي علاش انا دائما كندير الباك ديال الحساء الفلاليه وكنحاول انني ندير فيه البروموسيون دابا الا خديتي جوج قراعي كيبقى لك فقط ب 350 درهم دخلي عند ساره تقول لها انا من يعني من المتابعات ديال صالحه دوزيني مع ال مع لي كوموند الاولين لي كوموند الاولين هما اللي اي فوا كتسالي السلعه كنبداو سلعه جديده كيكومونديو الناس كتسالي السلعه جديده كتعجن وكتقاد كتخرج ليهم كياخدوها كياخدوها جديده ودائما انا كنبيع السلعه جديده انا كتعجبني الحسه الفيلاليه تمشي سخونه عند الناس وكيعجبنيش تبقى عندي ولا تبقى الدور ولا تبقى سنة تسنى فكنصيب دائما كونتيتي اللي هي قليله باش توصل للناس وياخدوها سخونه ويستافدو منها ويستافدو من الفوائد ديالها جوج قراعي فقط ب 350 درهم 7000 ريال هذا هو البرومو اللي فيه 3 ايام نعاودها لكم شوفوا البنات عطيوها لولادكم ابتداء من ربع سنين عطيوها للنساء المرضعات اللي كيكونوا عندهم باغيين الحليب وكيبغيو حتى التربيه تكون صحيحه عطيوها لرجالكم اللي كيديروا لاصار كيتقدموا عندنا الرجال الناس اللي عندهم سكر الناس اللي عندهم الكواط سمحوا لينا راه ما تصلحش لكم لانها فيها العسل الحر لكن كنتو الناس ديال السكر كتاكلوا العسل الحر تقداوها كنتو محيدين العسل الحر فكنصحكم بلا ما تاخدوها فيها الناس اللي عندهم فقر الدم الحاد الناس اللي شوفوا انا را انا راه كنبغيها على حساب الانيرجي وكنخافها تغلطني انا من ذاك النوع اللي اون فوا كنشم شي حاجه بمية الدماء ولا هذا كنغلاض فكنحاول انني نبعد منها ولكن كنشوفها كناكلها في الصباح كتصححني وكتعطيني لي الناس اللي عندهم بوم زوي داك البوم زوي اللي كيكون هنايا اللي عندهم جرثومات المعده واعره وما فيهاش لي برودوي كوزميتيك فارماسيوتيك نهائيا كونوا متاكدين انا ما كنخدمش بداك الشيء ديال الفانيدو هذا والناس راهم كيعرفوني والناس راكي كيتيقوا فيه الحمد لله هذا فيما يخص الحس الفيلاليه بديل التحاميل حتى هو اسمحوا لينا على هذه القرعه راه هذه القرعه الاخرى حتى هي غبروها دابا كاينه هذه ولكن قرعه الحمراء ولكن بروفيزوار ماشي دائما ف البديل فيه كيلو كيدي لك شهر فقط المناطق الانثويه فقط فقط المناطق الانثويه راه ماشي ديال الرجال ماشي ديال الوليدات الصغار ديال البنات 18 عام 20 عام العيالات كل شيء مناطق الانثويه الناس اللي كيبغيو يكون عندهم لي اللي كيكون عندهم يعني مثلا يكون عنده فورما زوينه ما تغلضكش كلك هذا كيعطي المفعول ديالو في اقل من شهر الا خديتي وحده من هنا وواحدة من هنا كتبقى ب 500 درهم هاد الجوج 500 درهم لا ليفريزون غراتويت المغرب كامل حتى كيوصلك كتشوفي سلعتك كتخلصيها وكتاخديها وبالصحه والراحه فقط خديتي هادو بجوج عقلو مزيان 350 درهم هادشي راه بروموسيون ثلاثة ايام فقط خديتي هاد الجوج قولي بشحال هاد الجوج 550 درهم فقط هذا كيدير لك شهرين كيعطوك نتيجه خيال 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 بستي جلابه تجي معاك بستي تجيني جي معاك بغيتي تكوني يعني فورمتك زوينه هذا بديل التحاميل وداومي عليه راه مواد طبيعيه ريحته زوينه مداقو زوين طريقه الاستعمال ها هي ها هي طريقه استعمال الناس اللي كيسولوني في انستغرام ها هي طريقه الاستعمال ديال بديل التحاميل هي هذه مكتوبه فيه طريقه الاستعمال ديال الحساء الفلاليه ها هي مكتوبه هنا كل شيء واضح بلا ما نطول عليكم ها هو الرقم دوزوا لي كوموند ديالكم كونوا من الناس الاولين اللي غيستافدوا من السلعه خارجه جديده وسخونه ودابا نكمل معكم فيديو سمحوا لي يا. والله كان كنحماق عليكم وكنموت عليكم ما غبرني عليكم مع هذا المشروع اللي انا كنحاول انا نوقفوا على رجليه وداك الشيء وخبرت على قناتي قناتي حتى هي زوينه مهمه فيها الناس زويني الله يعمرها دار آه، تابعيني في الانستغرام تابعيني هنايا انا كنحماق عليكم وكنحترمكم وكنبغيكم كلكم آه، شكرا بزاف بزاف الحمد لله الناس زوينين طاغين عندكم في اللي كيكونوا باغين عي وصافي فالحمد لله الحمد لله يلا نكمل معكم الفيديو ان شاء الله ودابا البنات اجو معايا نوريكم واحد الروز بالشعريه كيجي رائع هو راه ضروري راه را شوفوا راه كاين ماشي ما كاينش يعني معروف وقيله كيديروه المصريين وكيديروه اللبنانيين ولكن انا كنديرو بطريقتي كيجي بنين ما تشبعوش منه غادي ناخذ واحد الطنجره اللي غندير فيها الزبده الزيت البلديه والزيت العاديه شويه شويه من الحاجه على حسب نتوما الكميه تاع الرز اللي عندكم غادي ناخذ شويه ديال الشعريه انا بيني وبينكم خديت سباغيتي اللي عندي قطعتها وخرجت منها شعريه <applause> من بعد كنبقى نقلي فيها مزيان مزيان حتى كتولي اللون البني هذه الكشكوشه راه غير الزبده البنات من الاحسن ديروا الزبده ديال الاكل او الزبده الحيوانيه ما تاخذوش الزبده مارغرين غنزيد عليها البصله والثومه البصله هي الزياده اللي زدت من عندي والتومة هي الزياده اللي زدت من عندي ثقوا بيا كتجي خطيره ديروها مع الدجاج ديروها مع اللحم باش ما بغيتو ديروها انا درتها مع الدجاج غير هي الوصفه ديال الدجاج ما بغيتش نبارطاجيها معاكم باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف كنخلط كل شيء ونحرك كل شيء ومن بعد كنزيد عليها الروز اللي نقعته في الماء سخون لمدة ديال نص ساعة علاش باش ما كي ليا في الطياب راه يكون روز بسمتي او لا يكون روز اللي هو نوعيه جيده فا ما عرفتوش طيبوه ف كيتعجل لكم في الطياب من الاحسن تنقعوه نص ساعه باش تبقى هذيك الحبه تاع الروز مفروزه على اختها من بعد كنقلي تقريبا واحد جوج دقائق الروز مع هذيك الشعريه شوفوا داك اللون ديال الشعريه شحال كيشهي وكون ذقتوها يا البنات كون ذقتوها ولكن انا متاكده ان البنات اللي كيتيقوا في الوصفات ديولي غادي جربوها من بعد كنزيد عليها توابل اللي غندير غندير الملحه غندير البزار غندير الضامه ديال مرق الدجاج شوفوا البنات هذه بغيتو ديروها ديروها ما بغيتوش ديروها غتاخذوا المرق ديال الدجاج صيبوه راه كيدار بال بال كيدار بال الكركاس ديال الدجاج كتزيدوا عليه بصله خيزو لفته او لا قرعه كديروا الملحه والبزار كتخليوه يغلي مزيان مزيان و كتزيدوا شويه الكركم باش يعطيكم اللون صافي كتصفيو كيوجد عندكم المرق ديال الدجاج تقدروا هو تستعملوه بلاصه الـ هاد الـ هاد المكعب ديال المرق اللي درت صافي وترويو به هنا كنروي على حسب الدجاج ومن بعد كناخذ واحد الكاس طايب ديال الماء كندير عليه زعفران وكنزيدو من الفوق زعفران بهذه الطريقه كيجي كي داك الروز رائع كيعطيكم واحد اللون رائع دابا غادي نخليه تقريبا واحد 6 7 ديال الدقائق فوق العافيه اللي هي مهيله تينشف الروز مزيان هنا كنوريكم بان شوفوا جا ديك الروز جا الحبه على اختها هنا قدمته هذا راه شهيوه ديال نهار اخر كنبارطاجيش معكم البنات كل نهار ولكن راه كنخزن لكم الشهيوات اللي كندير وكنخليهم كنقول غادي نحطهم البنات هادو ما يمكنش ليا ما نبارطاجيهمش معكم خصوصا ان عارفه البنات اللي عزيز عليهم الشهوات اللي كندير كيجيهم ساهلين كيقولي صليحة صالحه كتبان يدك بنينه وكتعطينا شي حويج اللي هما ساهلين وما كيبانوش لينا فتقوا بيا كيجي واحد الروز رائع رائع انا صيبت معاه الدجاج كيف ما كتشوفوا داك الدجاج جا خطير بغيت نبارطاجيه معكم البنات ولكن انا من كنوعدكم غنبارطاجيه معكم في الفيديوهات الجايه شوفوا البنات قسما بالله العلي العظيم بغيت ربي ما يكملش عليا الا إيه كان ننسى الفران انني نشرح لكم على الفران واحد المره حاتم كان واقف في حدايا وكي, وكي تلفني على الهضره المره الثانيه كيصحاب لي ليا هضرت عليه وما هدرتش وانا ما هضرتش عليه انا البنات ما خاسره والو نهضر على الفران الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضر عليه كنبغيكم بزاف والسلام عليكم